أمن ولاية قسنطينة يشارك اليوم في الصالون الوطني في طبعته الثانية للأم والطفل من خلال معرض بخصوص العمل الذي تقوم به خلية الاتصال والعلاقات العامة وكذا فرقة مكافحة المخدرات وفرقة حماية الأحداث، أين نستهدف من خلال هذا المعرض فئة الأطفال والأمهات ومختلف الأولياء أولياء الأمور من خلال إبراز رسائل تحسيسية وإعطاء منشورات ومطويات تحسيسية حول مواضيع الاستعمال السيء للإنترنت وكذا تتضمن نصائح وإرشادات من أجل تبديل الاستعمال الإنترنت إلى استعمال عقلي والاستغلال الجيد لها، كذلك بخصوص السلامة المرورية أيضا ومكافحة آفة المخدرات. نقوم بتقديم نصائح من خلال الإطارات والأعوان الموجودين في هذا المعرض لفئة الأطفال وفئة الأمهات والأولياء جميعا، أيضا نشارك من خلال حظيرة مرورية لفائدة الأطفال التي شهدت إقبالا كبيرا من هذه الفئة، نعلمه من خلالها قواعد السلامة المرورية وقواعد المرور. عزيز عمار، مدير دار الثقافة ملك حداد لولاية قسنطينة. هذا الصالون اللي هو تحت عنوان صالون الأم والطفل الأمل، الذي يندرج ضمن برنامج النشاط الثقافية لموسم 2018 برعاية كريمة للسيد ولي ولاية قسنطينة وبإشراف من شركة سان فلاور بالتعاون مع دار الثقافة بمشاركة مديرية الحماية المدنية والأمن ولاية قسنطينة وكذلك بعض الشركاء اللي عندهم علاقة مباشرة بهذا النوع من النشاط. النقيب لك عبد الرحمن، رئيس مصلحة الوقاية لمديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة. إذن في إطار هذا اليوم المنظم من طرف جمعية سان فلاور بتنسيق مع قصر ثقافة ملك حداد هذا الفضاء المخصص للطفل والأم، ارتئينا احنا كممثلين حماية المدنية من أجل استغلال هذا الفضاء لتقديم بعض النصائح والتوجيهات في إطار غرس ثقافة وقائية للوقاية مختلفة الحوادث. عليكم بونجور، اون فات سي مسيو قدري ريبريزونطون دو لا سال ابراهيمي فيس افري، وجينا بدعوه سان فلاور كوم انفيتي او سالون دو لونفون لا دوزيام اديسيون، وان شاء الله العام الجاي ثاني ونكونوا بريزون في لافور هادي. ونشكر ثاني عائله الصحافه اللي جات بقوه وخاصه قناه الباهيه تي في، لأن هذا الصالون عنده هدف تربوي وعنده أهداف اجتماعية كثيرة.